دايما لما بنتكلم على ادب نجيب محفوظ وعلاقته بالسينما دايما بنقول انه زي ما السينما خدمت ادب نجيب محفوظ، ادب نجيب محفوظ خدم السينما. يعني كانت منفعه متبادله، هو ادى تقل وقيمه لكتير من الافلام السينمائيه، وهي كمان شهرت الاعمال الروائيه وخلت الناس تقرا زياده. انما بقى النقطه اللي انا كنت يعني مهتميه ان اسمع عنها اكتر، انت حاسه انه الناس اللي ما بيقروش كونوا وجهه نظر عن ادب نجيب محفوظ من السينما وهي وجهه نظر مش صح؟ زي الثلاثيه يعني اعتبروها انها قصه عن العوالم، وهي هي جزء بسيط جدا من روايه. انا فاكره كنا قاعدين، احنا كنا دايما بنقعد معاه في وهو بيكتب، يعني بنبقى احنا بنذاكر او بنعمل حاجه، فلقيناه بيضحك. جواب جاله قال له ازاي تكتب عن المبادئ اللي هي لما كان بيكتب مقالات وانت بتاع العوالم؟ فقعد يضحك، كنا صغيرين لقيناه بيضحك وبيقول لنا على الجواب. وما كانش متضايق؟ لا اكيد بيتضايق، بس هو بيضحك يعني من الكلام. يعني ده جزء بسيط جدا في الروايه العوالم. ده الثلاثيه دي بتتكلم على اجيال كتيره. بتتكلم على زمن، بتتكلم على طبيعه بشر، بتتكلم على حاجات كتيره جدا. يمكن حسن الامام المخرج حسن الامام كان مهتم اكتر بالجزء اللي له علاقه. فده اللي بان في الفيلم. اعتبروا انه الثلاثيه عن العوالم، يعني رأس روايه عن العوالم. انت اعترف، قولي مين ملكة العوالم؟ جليلة ولا زبيدة؟ جليلة. ومين سلطانة الطرب؟ جليلة ولا زبيدة؟